خلونا بقى نروح على السريع على مقر او فرع النادي الاهلي بالجزيره، حيث تتواجد زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم عشان تعرفنا ايه اخر الاخبار والمستجدات. يا هنا صباح الفل. صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي يا هنا الفرق. قبل ما تنقلي لنا كل الأخبار اللي أنت معودانا عليها بالفريق الأول لكرة خليني بس أقول لك حاجة، أنا آسف إن أنا قطعت استرسالك، بس المعلومة دي مهمة لأن زميلنا العزيز إبراهيم طمان لسه قايل لي من شوية إن أنت كان عيد ميلادك من يومين، فعقبال مليون سنة يا رب، كل سنة وأنت طيبة. وانت طيب يا كريم، طبعا بشكرك جدا. كل سنه وانت طيبه وربنا يسعد لك ايامك، واسف مره ثانيه للمقاطعه، بس الحدث جلل برضو كان لازم نهنيك. اتفضلي احنا سامعينك يا هنا. بشكرك جدا طبعا يا كريم مره ثانيه، وخلوني بقى ابدا اخبارنا النهارده، والبدايه من الفريق الاول لكره القدم. يعني زي ما احنا عارفين الفريق بيستعد بشكل قوي جدا للموسم الجديد. يعني يا كريم هو في معسكر مغلق منذ بدايه الاسبوع، النهارده ان شاء الله هيخوض اول مباراه وديه. المباراه هتكون امام فريق باتشوجات، هتكون الساعه 4 العصر على استاد الاهلي والسلام. يعني الفريق النهارده كان خاض مران صباحي، بالتحديد كان الساعه 9:30 صباحا، يعني بعد دقائق قليلة ان شاء الله هيعود مره اخرى لفندق الاقامه، وبعد كده ان شاء الله هيغادر بقى لملعب المباراه. طبعا مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق كان قرر ان الفريق يخوض عدد او سلسله من المباريات الوديه ضمن طبعا الخطه للاستعداد للموسم الجديد. زي ما قلت النهارده هتكون اول مباراه امام فريق باتروجيت، يوم 25 هتكون امام فريق اسوان، ويوم 29 هتكون امام طلائع الجيش. بيستعدوا بقى للموسم الجديد اللي هيبدا طبعا في دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، إن شاء الله يكون موسم مليء بالبطولات والإنجازات طبعا كعادة النادي الأهلي. ده فيما يخص أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة السلة. سيدات كرة السلة النهاردة عندهم أول مباراة في الموسم الجديد، وبداية بقى مشوارهم للموسم الجديد. المباراة هتكون أمام فريق مدينة نصر، هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الشهداء. ده طبعا ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. يعني سيدات كرة السلة استعدوا طبعا بشكل قوي جدا للموسم الجديد، كمان كنا شفنا ان هم خاضوا مباراة ودية منذ ايام قليلة امام فريق الاتحاد السكندري، قدروا يسيطروا على كل مجريات المباراة وقدروا ينهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 75-35. ان شاء الله النهاردة كده يبدأوا بقى الموسم الجديد بتألق ويسيطروا ايضا على مباراة اليوم. كمان بقى خلونا نروح لرجال كرة السلة اللي النهاردة برضو هيكون عندهم مباراة امام فريق هليوبلس ورابع جولات بطولة منطقة القاهرة. المباراة هتكون على صالة هليوبلس. يعني رجال كرة السلة حتى الآن طبعا ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة منطقة القاهرة، محققين العلامة الكاملة. وخليني بقى أفكر حضراتكم بنتائجهم في المباريات الماضية. يعني قدروا يفوزوا على فريق الكهرباء بنتيجة 83-19، فريق السكة الحديد بنتيجة 90-22، وطبعا كان انسحب فريق الطيران فالمباراة احتسبت للنادي الأهلي بنتيجة 20-0. ان شاء الله النهارده كمان امام هليوبلس يقدموا مباراه كبيره جدا ويكونوا مستمرين في حصد العلامه الكامله. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبه كره اليد. سيدات كره اليد بيواصلوا استعداداتهم للمباراه القادمه اللي هتكون امام فريق الطيران يوم السبت القادم هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، بالتحديد على صاله الامير عبد الله الفيصل. يعني ايضا الحقيقه سيدات كره اليد حتى الان عاملين نتائج جيده جدا في بطوله الدوري. اخر مباراه طبعا كانت امام فريق المعادي، قدروا يحسموها لصالحهم بنتيجه 30-20. ان شاء الله ايضا يوم السبت القادم يقدموا مباراه كبيره جدا. كمان بقى استكمالا للحديث عن كرة اليد، خلونا نروح لرجال كرة اليد. النهاردة بيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب الساعة 2 في صالة الجيم، وبعد كده طبعا بيكون عندهم تدريب بالكرة وتدريبات فنية على صالة النادي الأهلي. المباراة القادمة هتكون طبعا أمام فريق الجزيرة، هتكون يوم الجمعة القادم هنا أيضا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الأمير عبد الله الفيصل. ودي بقى ثاني جولات بطولة الدوري بالنسبة لرجال كرة اليد. يعني
المباراة الأولى أيضا كانت أمام فريق المعادي وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 31-23. إن شاء الله يقدموا مباراة كبيرة يوم الجمعة القادم. أخيرا بقى يا كريم خلينا نروح للعبة كرة الطايرة وسيدات كرة الطايرة أيضا بيواصلوا تدريباتهم النهاردة. هيكون عندهم الأول تدريب بدني الساعة 7 مساء في صالة الجيم. يعني خليني أقولك يا كريم أنه سواء سيدات أو رجال كرة الطايرة بيستعدوا بشكل قوي جدا للموسم الجديد. يمكن لسه لم يتم تحديد موعد بدء الدوري لكن هم بيستعدوا بقوة عشان يكونوا مستعدين جيدا لبطولة الدوري لأن طبعا عندهم هدف واحد بس هو تحقيق البطولة. يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية. كمان بقى خلوني أنقل لكم الأجواء من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الأعضاء كالعادة بدأوا بالفعل التواجد على النادي منذ الصباح الباكر. كمان يمكن في بعضهم بيمارسوا الرياضة يعني كريم في حالة كده من النشاط داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. درجة الحرارة دلوقتي 27 يعني كل أعضاء النادي الأهلي اللي بيتابعونا تقدروا تيجوا تستمتعوا باليوم داخل النادي. يعني كريم دي كانت أخبارنا النهاردة في فقرة أخبار النادي والآن العودة ليك مرة أخرى في الاستوديو. بنشكرك على هذه التغطية، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة هانا أبو قاسم ومرة تانية عقبال مليون سنة وربنا يسعد لك أيامك يا رب إن شاء الله. شكرا ليكي.